السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو اللي غتكون إن شاء الله خاصة الأمور اللي عندها علاقة بلي كالكول في لا بوليتيك بيجيتا. غتكون لا فيديو رقم 3 على 4، يعني لا فيديو الجاية إن شاء الله غادي نكملوا هذا الدرس وغادي نبدأ معكم لي زيشونج اكستيريور. فعلا بعدت على لاشين يوتيوب واحد شوية نظرا لضيق الوقت ونظرا للضغط في العمل. ان شاء الله كيف ما كتعرفوا اليوم هو اول ايام شهر رمضان المبارك في المملكة المغربية، الله يدخل علينا وعلى جميع الامة الاسلامية بالصحة والعافية، والله يجيب لكم النجاح، والله يعطيكم ما في الخاطر ديالكم. ان شاء الله شهر رمضان غتكون واحد الفرصة اللي غادي نعطيكم شوية الوقت في لاشين يوتيوب، نحاولوا نكملوا بعض الدروس المهمة بزاف في ليكونومي جينيرال. خلاص راه لورغانيزاسيون دي زونتربريز بالنسبه للناس اللي دايرين سيونس ايكونوميك، وكذلك لا كونتابيليتي راه تيرميني، يعني لو بروغرام اي تيرميني كامل. بالنسبه للي فيديو الجايين غادي نكمل معكم هاد لا بوليتيك بيجيتير، لي زيشونج اكستيريور، لوفيرتور دو ليكونومي. ابخي غادي نبدا معكم واحد السلسله ديال التمارين غتكون في لي زامورتيسمون، في لي بروفيزيون، في البوليتيك مونيتير، بوليتيك بيجيتير، لو شوماج، لانفلاسيون، اي انسي دو سويت. كذلك حتى لورغانيزاسيون دي زونتربريز حتى هي غادي نعطيوها حقها. رمضان ان شاء الله فيه 30 يوم، الى طول لينا ربي في العمر غادي نحاول ناكسيليري معكم في هاد الامور. وانتم كذلك الا كان عندكم بوزوان في شي حاجه، في شي ماده، في شي بارتي، خليو لي الاسئله ديالكم في لي كومونتير، خليو لي الطلبات ديالكم باش انا كذلك غادي نشوف شنو محتاجين. بون ما نطولش عليكم، نبداو لا فيديو ديالنا. الوغ كيف ما كتعرفوا البيدجي يعني الميزانيه ديال الدوله متكونه من بزاف ديال الامور، هاد بزاف ديال الامور هما اللي غادي نتطرقوا ليهم في هاد لا فيديو ان شاء الله. اول سولد اللي غادي نشوفوا هو السولد اوردينير. ملي كنقولوا السولد اوردينير كنهضروا على لي غوسيت اوردينير وعلى لي ديبونس اوردينير. ملي كنهضروا على لي غوسيت، لي غوسيت هما المداخل ديال الدوله، ولي ديبونس هما النفقات. الوغ لي غوسيت سون دي زونتري دارجون، لي ديبونس سون دي سورتي دارجون. لي غوسيت اوردينير مناش كيتكونوا، كيتكونوا كذلك من لي غوسيت فيسكال اي لي غوسيت نون فيسكال. لي غوسيت فيسكال يعني المداخل الجبائيه، هما مداخل اللي متعلقه بالضرائب، جميع الضرائب وجميع الرسوم الجمركيه، جميع الامور اللي عندها علاقه بلي زامبو اي لي تاكس اللي كتدخلهم الدوله راه كيدخلوا في لي غوسيت فيسكال. اي حاجه ما عندهاش علاقه بلي زامبو اي لي تاكس كتسمى غوسيت نون فيسكال. يعني لي غوسيت فيسكال زائد لي غوسيت نون فيسكال كتعطينا الغوسيت اوردينير. ديبونس دو فونكسيونمون زائد ديبونس دانتيغي اي كوميسيون كتعطينا ديبونس اوردينير. ديبونس دو فونكسيونمون هما جميع النفقات اللي كتصرفهم الدولة على سوا الموظفين، بحال مثلا لي تريتمون، حيت كيف ما كتعرفوا في الوظيفة العمومية ما كنقولوش سالير، هذه كمعلومة. في الوظيفه العموميه كنقولوا تريتمون، يعني واحد السيد خدام مع الدوله ما كنقولوش عنده سالير، يعني لو ريفوني ديالو سانتيتول كيتسمى تريتمون. الوغ كاع لي تريتمون اللي كتصرف الدوله على الموظفين ديالها، الموظفين ديال الصحه، الموظفين ديال العدل، الموظفين ديال التعليم، الموظفين ديال المخزن، جميع لي ديبونس. بحال مثلا واحد المدرسه غتنشا جديده غادي نحتاجو مثلا لي زيكيبمون، واحد مستشفى جديد غادي نحتاجو مثلا التجهيزات ديالو، كاع دوك التجهيزات، كاع لي سالير اللي متعلقين بالوظيفه العموميه كيتسموا لي ديبونس دو فونكسيونمون. كنزيدو عليهم لي ديبونس دانتيغي دو كوميسيون، يعني كاع النفقات اللي متعلقين بلي زانتيغي اللي كتخلص الدوله على الديون اللي كتشدهم كيتسموا لي ديبونس دانتيغي دو كوميسيون. هاد الجوج، هاد لي دو ديبونس كيتسموا لي ديبونس اوردينير. وبالتالي في الامتحان الى طلبوا منكم تحسبوا سولد اوردينير غادي تقلبوا على لي غوسيت اوردينير موان لي ديبونس اوردينير، اولا هذه القاعده الاولى. اولا بالنسبه للقاعده الثانيه، لي غوسيت فيسكال بلس لي غوسيت نون فيسكال اللي هي الار او موان
dépenses de fonctionnement plus dépenses d'intérêt de commission, il y a DO. يعني في حال هذه في حال هذه غتعطيكم لو ميم ريزولتا. اولا القاعده الثالثه اللي غادي نستخلصوها من لو سولد دو بودجي جينيرال. الوغ سولد دو بودجي جينيرال زائد ديبونس دانفستيسمون كيعطينا كذلك سولد اوردينير، بحكم ان هاد لو سولد دو بودجي جينيرال كيساوي سولد اوردينير موان ديبونس دانفستيسمون. الوغ الى بغينا نقلبوا على لو سولد اوردينير، il suffit ان هاد الطرف هذا غادي نردوه لهاد الجهه وغادي يرجع بالبلوس بحكم انه عندي هنا بالموان. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. الا ما فهمتوش شي حاجه غتخليو ليا لي كيسيون ديالكم في الكومونتير وانا ان شاء الله غادي نجاوبكم. في الامتحان الوطني ما كيقولكش فقط احسب، بارفو كيقول لك احسب واعطيني لا ليكتور او لا لانتربريتاسيون. بالنسبه لو سولد اوردينير كنقولوا او ماروك اون 2000 اكس، هذيك السنه اللي انت عندك في المعطيات. الى خرج لك موجب غتقول لي بارني بوبليك، الى خرج لك سالب غتقول لا ديزيبارني بوبليك. الى كانوا معطيات اللي هي توقعيه دي بريفيزيون لا دي زيستيماسيون، راه غادي يحددوا لك في الامتحان، يعني في وسط الامتحان في لي دوكيمون اللي غادي يكونوا عندك راه هما غادي يقولوا لك سوا دي دوني بريفيزيونيل سوا دي دوني استيماتيف. الوغ الا كانوا معطيات توقعيه فقط دي بريفيزيون غتقول سوري دو، يعني سوف تكون. او سيليف ا الا ما قال لك ني بريفيزيون ني استيماسيون ولقيتي بلي مثلا دابا نتوما ان شاء الله غادي دوزو امتحان في 2022، يعني الا كانوا معطيات اللي قديمه واحد شويه يعني بحال مثلا 2020 ولا 21 ولا 19 راه وما قالكش دي بريفيزيون غدير سيليف ا، يعني تقدر ب، غتكتب هذاك السولد اللي خرج لك وغتكتب حداه سوا مليون دو ديغرام او لا مليار دو ديغرام. راه مهمه هاد القضيه الله يرضي عليكم. ندوزو لو سولد دو بيدجي جينيرال. السولد ديال بيدجي جينيرال كيف ما قلنا القاعده الاولى هي السولد اوردينير، راه ديجا عرفنا كيفاش كنحسبوه، ناقص لي ديبونس دانفستيسمون. شنو هما لي ديبونس دانفستيسمون؟ هما جميع النفقات اللي كتصرفهم الدوله على الاستثمار، مثلا واحد الطريق، واحد الطريق غادي 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 تدشن، غادي دار واحد لوتوغوت ولا جو سي با، راه سي ان انفستيسمون بور ليتا، اولا شي مشروع سي ان انفستيسمون يعني بور ليتا. وبالتالي اي مصروف صرفاته في هذاك لو بروجي راه كيتسمى ديبونس دانفستيسمون. او بيان القاعده الثانيه اللي هي الغوسيت اوردينير موان لي ديبونس اوردينير، بحكم ان لو سولد اوردينير، فوالا سولد اوردينير شنو هو؟ هو الغوسيت اوردينير ناقص ديبونس اوردينير، راه هي في الاول الغوسيت اوردينير ناقص ديبونس اوردينير اللي هي السولد اوردينير. ما يتلفوكمش هاد المجموعه ديال الرموز، راه حنا كندورو في بلاصتنا، يعني نفس الحاجه فقط يعني واحد بحال نقولوا قاعده ثانيه، راه نفس كتعطيك نفس النتيجه ناقص دي اي. اولا اكثر دقه على حسب المعطيات ديال التمرين، كيف ما كنعرفوا السولد اوردينير راه كيساوي الغوسيت اوردينير ناقص ديبونس اوردينير، وكنعرفوا بلي الغوسيت اوردينير اللي هي الغوسيت فيسكال زائد الغوسيت نون فيسكال ناقص ديبونس اوردينير اللي هي ديبونس دو فونكسيونمون زائد ديبونس دانتيغي دو كوميسيون موان ديبونس دانفستيسمون، يعني كتعطيك لو ميم ريزولتا. بالنسبه لا ليكتور كتقول او ماروك كتحدد السنه اون 2000 جو سي با على حسب شنو عندك. لو سولد دو بيدجي جينيرال اي، هذه كديرها في حاله ما الا كانت معطيات حقيقيه، او غدير سوغي او لا غدير سوغي، يعني غدير وحده فيهم سواء غدير هذه ولا هذه على حسب. سوغي الا كانوا معطيات تقديريه، سو سون دي بريفيزيون يعني فقط توقعات. الا خرج لك موجب غادي تقول اكسيدونتير، يعني كيعرف واحد الفائض. او الا خرج لك سالب غادي تقول ديفيسيتير، يعني كيعرف واحد العجز. دو الا خرج لك العجز يعني العجز بالناقص، الا خرج لك العجز هاد دو هاد البلاصه هادي راه غتكتب النتيجه،
الا كانت النتيجه سالبه وانت هضرتي وقلتي هنا ديفيسيتير، ما غتجيش ودير ديك النتيجه سالبه غتكتبها هنا. مثلا خرج لك ناقص 50، ها اكزومبل ناقص 50، ما تجيش تقول عندي العجز ديال ناقص 50، راه هو العجز ديال 50، حيت ديفيسيتير راه كتعني العجز، كتعني الموان، وانت غتكتب الموان ما غتبقاش موان، غتولي بلوس. الموان والموان راه يولي بلوس، وبالتالي رد البال لهذه القضيه. مليون ولا مليار دو درهم، حتى هي ما تغفلوش عليها. السولد الثالث هو السولد ديال سيجما. في لا فيديو اللي قبل من هذه اللي متعلقه بالبوليتيك بيجيتير، راه هضرت على سيجما وهضرت على السي اس تي. شنو هما بالنسبه لسيجما؟ هما سون دي سيرفيس دو ليتا جيري دو مانيير اوتونوم، هما مجموعه ديال الخدمات اللي تابعين للدوله، واللي طبعا الدوله كتكلف مجموعه ديال المؤسسات اللي كتسيرهم، بحال مثلا شي ملعب ديال كرة القدم، بحال مثلا المؤسسات التعليمية العليا، بحال مثلا شي مسرح. الوغ هما مؤسسات، هما دي سيرفيس، هما خدمات تابعين للدولة. الوغ هاد المؤسسات هادو ولا هاد الخدمات هادو، راه حتى هما عندهم دي روسيت، عندهم مداخل ديالهم، عندهم دي ديبونس ديالهم. بحال مثلا غادي نهضروا على مركب محمد الخامس اللي كاين في الدار البيضاء ديال ملعب كرة القدم، راه حتى هو عنده مداخل ديالو، دي غوسيت، غوسيت سيجما. موان كذلك عنده نفقات ديالو، ديبونس سيجما. الوغ لي غوسيت سيجما، المداخل، الا حيدنا منهم من النفقات، داكشي اللي صرفنا، غيعطينا واحد لو سولد. هذاك لو سولد يقدر يكون صفر، كنقولو ايكيليبغي، قد داكشي اللي دخلنا قد داكشي اللي صرفنا. الا كان بالموان كنقولو ديفيسيتير، الا كان بالبلوس كنقولو اكسيدونتير. الوغ في لا ليكتور كتقول او ماروك اون، كتحدد السنه، لو سولد سيغما اي سوا ديفيسيتير، قلنا ملي كيكون نتيجه سالبه. الا كان صفر ايكيليبري، الا كان موجب غتقول اكسيدونتير. بالنسبه لو سولد سي اس تي، سي اس تي شنو هي؟ هو لي كونت سبيسيو دو تريزور، يعني واحد صندوق كيكون شويه حساس بالنسبه للدوله. يعني هنا كنهضروا على بعض لي روسيت، يعني بعض المداخل اللي هي استثنائيه، ما كتدخلش ديما. بحال في لا كونطابيليتي كنقولوا لي برودوي نون كورون، واحد المدخول بالنسبه للونتربريز اللي ما كتدخلوش ديما، او لو واحد المصروف اللي ما كتصرفوش ديما. الدوله كيكون عندها بعض النفقات اللي هي استثنائيه، بحال مثلا في الوقيته ديال كوفيد كانوا بعض النفقات اللي هما نفقات جد استثنائيه، وشي مدخول اللي دخل للدوله وما كانش ضاربه له الحساب، كذلك كيتسموا دي غوسيت سي اس تي. بالنسبه لا ليكتور كنقولوا او ماروك كتحدد السنه، لو سولد دي سي اس تي يعني سيتادير دي كونت سبيسيو دو تريزور، اي الى كان بالموان ديفيسيتير، الى كان صفر ايكيليبري، الى كان موجب بيان سور كنقولوا اكسيدونتير. دو كتحدد بيان سور هذاك لو سولد اللي خرج لك. بالنسبه للسولد رقم خمسة اللي هو لو سولد دو بيدجي دو ليتا، كيتسمى اس بي او، سولد دو بيدجي دو ليتا، اش او ا. هاد اش او ا شنو كتعني؟ اور امبرون اي اور امورتيسمون، يعني لومبرون المداخل ديال الديون، وكذلك لي زامورتيسمون على لا ديت بوبليك، على الدين العام، ما كيدخلش هنا. يعني هنا كنهضروا فقط على الاس بي جي، لو سولد دو بيدجي جينيرال، بلس لو سولد سيغما، بلس لو سولد سي اس تي. الوغ هذه هي الميزانيه العامه ديال الدوله. بالنسبه لا ليكتور او ماروك اون 2022 ل 20 سا ديبون لاني اللي عندك، لو سولد دو بيدجي دو ليتا اي اكسيدونتير الى خرج موجب، او لا كنقولوا ديفيسيتير الى خرج سالب. دو هذيك النتيجه اللي خرجت لك مليون ولا مليار دو درهم. بالنسبه هنا غادي نشوفوا واحد جوج ديال لي بوزوان. البوزوان هو مثلا واحد لا سيتوياسيون اللي كتكون فيها الدوله محتاجه. الوغ هاد البوزوان هذا فيه جوج، كاين البوزوان بويت والبوزوان ريزيدوال. بالنسبه لو بوزوان بويت اللي كنرمزوا له بي بي اف، لو بوزوان بويت هو لو سولد دو بيدجي دو ليتا، يعني هاد لو سولد اللي خرج ليا هنا كنقص منه لامورتيسمون دو لا ديت بوبليك. بيان سور هاد لامورتيسمون دو لا ديت بوبليك ما انت ما غتحسب ما حتى شي حاجه، هادشي هذا كامل غادي يكون عندك في المعطيات، سواء غادي يكون عندك في النص، سواء غادي يكون عندك في ان تابلو.
يعني غيكون عندك ان دوكيمون اللي فيه مجموعه ديال لي سولد، مجموعه ديال لي مونطون اللي خاصك انت تعرف كيفاش توظفهم. سا ديبون لي دوني كيفاش تعطاولك. الوغ هنا في لا ليكتور او ماروك اون 2000 كدا وكدا، لو بوزوان بروت دو فينونسمون ابخي لا ديدكسيون دو لامورتيسمون دو لا ديت بوبليك، يعني من مور ما حيدنا لامورتيسمون ديال لا ديت بوبليك، اي افون لو ركور ا لومبران، يعني قبل من ندخلو واحد لومبران، واحد الدين، واحد الكريدي، سيليف ا هذاك لو صود اللي خرج لك غادي تكتبو هنا بيان سيغ مليون ولا مليار دو ديغام. بالنسبه لاخر فقره ولا اخر بوزوان اللي غادي نشوفوه في هاد لا فيديو هادي، كيتسمى لو بوزوان ريزيدويل دو فينونسمون. هاد البوزوان هذا متعلق بواحد الحاله ملي الدوله كتلتجئ وكتدخل واحد المدخول اللي متعلق بلي زومبران، يعني النهار اللي كتسلف، النهار اللي كتكريديتي الدوله. الوغ هاد لو بوزوان هذا كيفاش كيتحسب؟ كنشدو هاد البوزوان هذا، البوزوان بروت دو فينونسمون، اللي كان سوا كيكون سوا كتكون ديجا حاسبه، سوا كيكون عندك في المعطيات، او لا كيكونوا عندك هاد المعطيات هادو في التمرين، زائد الغوسيت دومبران، يعني كنزيدو عليهم المداخيل اللي متعلقه بالاقتراض، يعني بهذاك لومبران اللي دخلناه، بهذاك الكريدي اللي تسلفناه. بالنسبه لا ليكتور او ماروك اون لاني كتحدد لو بيزوان ريزيدويل دو فينانسمون ابري لو ركور ا لومبران، يعني من مور ما لجانا للسلف، سيليف ا هذاك لو سولد اللي خرج لك كتكتبو هنا مليون ومليار دو ديغان. الوغ كان معكم الاستاذ فتحي، جيسبيغ انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هاد لا فيديو. اي طلبات عندكم، اي حاجه ما كتفهموهاش، اي حاجه بغيتوها في هاد القناه، خليوها ليا في الكومنتير. الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.